هانتوما الاخوان تشوفوا معنا هنا هي قنطره على واد ام فاطمه. ان شاء الله المره الاخرى الاخوان غادي نقولوا لهاد القنطره هذه القديمه باي باي. شوفوا القنطره الجديده الاخوان كيفاش عامله كيفاش دايره. روعه الروعه يا سلام، رائعه جدا. شوفوا القنطره كيفاش دايره الاخوان، اللهم بارك. سبحان الله العظيم، الماء تهبط من هذا الجبل هذا، هو الماء تهبط من هذا الجبل هذا من العلو ديالو تهبط الماء سبحان الله العظيم. يعني كاينه فرشه مائيه في هذا الجبل هذا. باقي علينا واحد القنطره ديال الواد الواعر ان شاء الله، حتى هي غنشوفوها ان شاء الله كيفاش، واش تلقات فيها الطريق ولا مازال. المشاهدين هنا قربنا من واد الوعر، شوفوا واش الطريق داز فوق القنطرة ولا باقا الطريق القديمة. هنا واحد المنعرج خطير، باقا الاخوان القنطرة ديال الواد الوعر باقا ما مطلوقاش. هذه هي اللي على اليسار ديالنا، حنا غنمشيو مع الطريق الاولى الطريق القديمه هي هذه، على الطريق ديال الواد الواعر. هيا الاخوان غادي نوقفوا هنا باش نقربوا المشاهدين الكرام من هاد القنطره الجديده والقنطره القديمه. كما كتشوفوا الاخوان المشاهدين هذه القنطره القديمه ديال الواد الواعر. وهذه اللي غتشوفوا معنا ان شاء الله هي القنطره الجديده اللي غتفتح ان شاء الله مستقبلا في حركه السير. هي قنطره رائعه جدا.
الاخوان المقاطع اللي باقي ما مفتوحينش الاخوان تقريبا من الوطيه حتى الواد الوعر. هذا المقطع هذا من الوطيه حتى الواد الوعر كله باقي فيه الاشغال. من الواد الوعر ان شاء الله دابا راه الطريق مفتوحه فوج حركه السير. تقريبا جميع المقاطع من الواد الوعر حتى العيون كلها سالات. ردوا البال الاخوان هنا راه كتكون الرمله كتكون زحف الرمال في هذا المقطع هذا، ولكن ان شاء الله راه ما غيبقاش هذا المقطع هذا. يبدأ الانخفاض في المحروقات مازوت وليسانس من هنا من الواد الوعر حتى الاتجاه ديال العيون الداخلة من جهة العيون. دوما المحطات ديال الواد الوعر. الإخوة المشاهدين تحية لكم جميعا وإلى فيديو آخر إن شاء الله، وخليكم شادين القناة مازال غتشوفوا معنا مقاطع في مدينة العيون، والسلام عليكم.